اعتبار القدس مدينة منكوبة، هذا ما طالبت به محافظة القدس في ظل تكثيف حملة تهويدها ومقدساتها وترجيح كفة المستوطنين فيها وازدياد وطأة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المقدسيين. هذا احتلال عسكري يبطش ويملك القوة وله أذرع عديدة ومتنفذة، ويملك القوة ويملك الغطرسة ويملك المال في سبيل أن يصل إلى أهدافه في تهويد المدينة. هذا معروف لدينا والعالم كله يتفرج. هذا الاحتلال العسكري الغاشم يستفيد من هذه الأوضاع العربية والإقليمية والدولية إلى آخره، ويستفيد أيضا من الضعف الفلسطيني والانقسام الفلسطيني. الإعلان عن المدينة منكوبة تزامن مع دعوات إحياء الذكرى الخمسين لإحراق الأقصى. عشيتها أصدرت الأوقاف الإسلامية بياناً أوضحت فيه أنه وبعد خمسة عقود مضت على الجريمة ما زال الحريق مستمراً بفعل اعتداءات الاحتلال والمتمثلة بالحفريات والأنفاق والاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود. وفي الغضون دعت القوى والفعاليات الوطنية والدينية المقدسية إلى إبقاء حالة التأهب للدفاع عن القدس ومقدساتها، مستنكرة إجراءات الاحتلال وقراراته التي لم تسلم منها حتى النشاطات الرياضية بقمعها ومنع تنظيمها. هي معركة تشتد ضراوة يوما بعد يوم في القدس المنكوبة، يحذر من أن الاحتلال يوشك على حسمها بتهويدها بالكامل والقضاء على الوجود الفلسطيني فيها في ظل انعدام أفق سياسي وغياب خطط فعلية لإنقاذها. سحر منير، الإخبارية، القدس المحتلة.